السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعليم راندا مع أم نعمة. اليوم إن شاء الله هنشارك معكم هاد الراندا بالألوان، نتمنى تعجبكم، نتمنى الشرح ديالي يكون واضح إلى الإعجاب ديالكم. ما تنسونيش دائما إلى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر الإعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناة تشارك باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. ونبدأ بسم الله. أنا هنا بارمة الحرير على جوج شعرات، يمكن لكم تبرموا حتى على ثلاثة الشعرات. غنخدم بالبرا النمرة 5. انا هنا سبقت الملاقيه، هذه الطريقه تجي سهله. تسبقوا الملاقيه اللي بغيتوا تلاقيو بها تحت الفي، عاد تنيو التوب وتخدموا القياس اللي بغيتوا، عاد من بعد كنقطعوا التوب وكنشبوه. نبداو بسم الله، تنبداو من هنا، تنهزوا هاد العوينه هذه ديال الحرير. في الاول تنبداو بهذا اللون هذا ديال التوب، غنهز هاد العوينه هذه وندوز لهنا لهاد الجهه، وملي نبغي نرجع غنبدا نزيد من الجن، نخدم هاد العوينه هادي ونشد هنا في التوب، نزيد من هنا عوينه ونرجع في هاد العوينات هادو، نشد هنا في التوب ونزيد عوينة، فين ما شدينا في التوب كنبقاو نزيدو عوينة من هاد الجنب هذا. هذه هي اول حاجه كنبداو بها، كنخدموا بهذا اللون هذا وكنبقاو نزيدوا في العوينات في الجن حتى تيولي عندنا القياس اللي حنا بغينا، عاد من بعد كنحبسوا ونقطعوا التوب ونشبوه. المهم هذه هي الطريقه باش كنبداو. غنبقى غاديه بهذه الطريقه هذه، فين ما وصلت في التوب غنزيد عوينه حتى نكمل القياس اللي بغيت، ومن بعد غنرجع لكم. انا بقيت كنخدم حتى ولات عندي 15 عين وحبست هنايا، قطعت التوب نشبته، ودابا غنكمل معكم. بالنسبه ليا هنا انا درت 15 عين، نتوما يمكن لكم ديروا القياس اللي بغيتوا، المهم بنفس الطريقه غتخدموا، ديروا القياس اللي بغيتوا هنايا وتكملوا. غنكملوا دابا، دابا ملي كملنا القياس اللي بغينا غنبداو دابا نقصوا في العوينات من الجن، نخدموا عادي، وملي نوصلوا للجن نبقاو نقصوا في العوينات. دابا هنا ملي وصلت لهنا للجن ما كنوصلش للتوب، كنبقاو نخدموا غير في هذه الرانده. ملي وصلت دابا لهنا غنخلي هذه العوينه الاخرى ما نخدمش فيها ونرجع مع السطر. وصلنا لهنا غنخدمو ونخليو هاد العوينة هادي الاخرى هادي ما غنخدموش فيها، ونرجعو عاوتاني مع السطر. بهاد الطريقة غنبقاو غادي نخدمو حتى تبقى عندنا في الاخر غير عوينه وحده. هاد الراندة هادي ضروري تجينا بعدد فردي، يعني في الاخر تبقى عندنا عوينه وحده. المهم راه هادي الطريقه اخواتي، غنبقاو غاديين كل سطر نزيدو لهنا للجنب كنخليو عوينه، غنبقاو نخدمو حتى تبقى عندنا في الاخر غير عوينه وحده. انا الخيط ولا قصير، غنبدل هاد الخيط وغنكمل الخدمه عادي، انا غير باش ما يطواش الفيديو يجي طويل. بالنسبه لكم نتوما راه غادي تتبعوا نفس المراحل اللي غندير انايا، غادي نبدل الخيط ونخدم هاد الرانده هادي حتى نسدها تبقى عندي غير عوينه وحده ونرجع لكم. انا كملت هاد الرانده هادي، بقيت كنخدم بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم، كل سطر كنقص عوينه حتى بقات عندي غير عوينه وحده. دابا غنكمل، غنجيو لهاد الجهه هادي غنركبو لون جديد حتى هو باربينو على جوج شعرات، ونبداو تنجيو لهاد العوينه هادي غنثبتو فيها الحرير
ونشد هنا في الثوب، نعود نرجع غنخدم في نفس العوينه وعاد ندوز لهاد الدريجه هادي ونرجع لهاد العوينه هادي نشد في الثوب. صافي هنا من جهه الثوب ما كنبقاوش نزيدو، نعاود نرجع في هاد العوينه وغنوري لكم هاد الطريقه اخواتي ديال ملي كنخدموا اللون حدا اللون وما كيجيناش داك الفرق بين هاد اللون واللون الاخر. غنخدموا بهاد الطريقه هادي، ما كتبقاش لينا هذيك العوينه بين الالوان. غنجي لهاد العوينه هادي نفسها اللي خدمنا فيها، نعاود نخدم فيها وعاد ندوز لهاد العوينه هادي ونرجع مباشره لهاد العوينه، ما كنخدمش هنا لان هاد العوينه اللي زدت هنا هي العوينه اللي تنزيدوها بهاد الطريقه هادي. نعاود نخدم هاد العوينه، نشد هنا في الثوب، نخدم هاد العوينات ونخدم في هاد العوينه نفسها. خدمنا فيها من هاد الجهه، دابا غنخدم فيها من هاد الجهه وعاد ندوز لهاد العوينه هادي، نرجع لهنا نشد هنا في الثوب ونرجع في هاد العوينات، تنخدمو هاد العوينات ونعاودو نخدمو هنا في نفس هاد العوينه وعاد ندوز لهاد العوينه الاخرى. وملي نكون راجعه ما كنخدموش هنا، كنجيو مباشره لهنا. هاد الطريقه هانتوما اخواتي تيجي هاد اللون، ما كاينش الفرق ديك العوينه اللي تبقى لينا ما بين هاد اللون وهاد اللون، كيجينا اللون مزدي مع هاد اللون الاخر. غنكمل بهاد الطريقه هادي، نبقى نخدم حتى نكمل هاد العوينات هادو كاملين. هنا كنديو الراندة عادي، هنا ما كنزيدو ما كننقصو، كنبقاو غاديين بالراندة عادي، وهنا راه كنبقاو نزيدو. هاد الطريقه ما كيبقاش لنا الفراغ ما بين لون ولون، تنجيو لهنا كنخدمو في نفس هاد العوينه هادي وعاد كنجيو لهاد العوينه هادي ونرجعو في هاد العوينات هنا. جاوني سبعه العوينات هنا وتنحسبو حتى هاد العوينه هادي هي 8، وغيجوني سبعه في الجهه الاخرى هي 15 عين. ضروري نبقاو نردو بالنا الحساب باش ما طيح لينا حتى عوينه وما تزال لينا حتى عوينه. صافي ملي كملت هنا غندخل هاد الحرير في الثوب حتى نبغي نخدم اللون الاخر، عاد نركبو فوقه ونخدم عليه. المهم سالينا هاد اللون، درنا هاد المثلث على هاد الشكل هنا، دابا غنخدمو في هاد الجهه هادي غنركبو لون اخر. انا درت هاد الالوان اخواتي، نتمنى تعطوني رايكم في هاد الالوان كيفاش جاو، ولا عندكم شي اقتراحات اخرى تخليوها ليا في التعاليق. غنجي لهاد الجهه نشد في هاد العوينه هادي، نهزو هاد العوينه ديال الحرير ونجي لهنا للثوب. هنا ملي كنقطعو الثوب وكنشفو صافي هنا ما كنبقاوش نزيدو، كنطلعو بالراندة عاديه، نجمع هاد الثوب هذا لهنا لان هنا كاينه التقطيعه. نعاود نخدم في نفس هاد العوينه هادي ونجي لهنا، دابا نبقاو غاديين مع هاد العوينات، نرجع في هاد العوينه ونشد هنا في الثوب. نتمنى اخواتي يكون واضح ليكم. نرجع في هاد العوينه ونبداو نزيدو بهاد الطريقه اللي وريت لكم، غنخدم في نفس العوينه من هنا وعاد ندوز لهاد الدريجه هادي. ملي نكون راجعه غنرجع في هاد العوينات، كل سطر كنبقاو نزيدو عوينه، نشد هنا في الثوب
نرجع غنزيد هاد العوينه من هنا، كنخدمو في نفس العوينه اللي خدمنا فيها، وندوز لهاد العوينه الاخرى ونرجع لهاد العوينه، ما نخدمش هنا، غنرجع لهاد العوينه. نشد هنا في التوب، نخدم هنا في هاد العوينات، ملي نوصل لهنا نعاود نخدم في هاد العوينه هادي، وعاد ندوز لهاد الدريجه هادي ونرجع. صافي، بنفس الطريقه غنبقى نخدم حتى نوصل لهنا وغنرجع لكم. انا بقيت اخواتي كنخدم حتى وصلت لهنا لهاد العوينه الاخرى بنفس الطريقه، وغنزيد نكمل هنا. ملي وصلنا لهاد العوينه حبسنا الخدمه هنا، غادي نكملوا الخدمه ديالنا. هذه هي العوينه الاخرى اللي خدمت فيها، غنعاود نشد فيها ونزيد لهاد العوينه هذه. دابا خدمت هاد العوينه للوسط، بقاو عندي هنايا سبعه، وغنخدم حتى هاد العوينه وهنا سبعه، يعني غنولي نخدم هنايا 8 العوينات. انا هنا درت هاد القياس، نتوما راه يمكن لكم ديروا القياس اللي بغيتو، غير المهم تبقاو غادي من نفس الطريقه. هاد القياس اللي يجيكم هنا خاص يجيكم نفسه هنايا، وفي هاد السطر الاخر تتهزوا هذيك العوينه اللي كاينه الوسط حتى هي كتخدموها مع هاد اللون اللي في هاد الجهه. نعاود نكمل هاد السطر، نشد هنا في التوب ونكمل. دابا ملي غنوصل لهنا غنبدا نقص في العوينات، غنخلي هاد العوينه ما نخدمش فيها ونرجع مع السطر. نشد هنا في التوب، نرجع مع هاد السطر، وملي نوصل لهنا للجنب نخلي عاوتاني عوينه. ملي نوصل هنا نخلي هاد العوينه ما نخدمش فيها ونرجع. انا غنبقى غاديه بهاد الطريقه هادي، كل سطر نخلي عوينه حتى تبقى عندي غير عوينه وحده في الاخر، ونرجع نكمل معاكم. دابا بقات عندي هنا غير عوينه وحده، غنشد فيها هنايا وندخل الخيط في التوب حتى من بعد نخدمه فوق اللون الاخر. غنجيو دابا لهاد الجهه هادي، غنركبو نفس اللون اللي بدينا به ونكملو به الخدمه. هنا غنخدمو مربع، غنجيو لهنا غنركبو فوق الخيط اللي تسالى لينا، وغنخدم هنايا خمسة العوينات. بالنسبة لي هنا درت أنا هنا 15 عين في العرض ديال هاد الراندة، فغنهز خمسة العوينات، يعني غنقسم هاد العدد اللي عندي هنا على ثلاثة، 15 غنقسم على ثلاثة غتعطيني خمسة. بالنسبة ليكم نتوما العدد اللي درته هنا غتقسمو على ثلاثة، هو اللي غتخدمو به هاد المربع هنايا. نخدمها وحدة، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة. نرجع في العوينات، نشد هنا في التوب ونرجع. بالنسبه لهنا ما كنزيدو ما كننقصو، كنبقاو نرجعو في نفس العوينات. ها وحده، ها جوج، ثلاثة، أربعة، ها خمسة. نبقى نخدم في هذا المربع. هنا عندي خمسة العوينات، حتى هنا في العلو خاص يوليو عندي هنا خمسة العوينات. غنخدم هذا المربع ونرجع لكم باش ما نطولش عليكم بزاف.
انا كملت اخواتي هذا المربع هذا، هزيت هنا خمسة العوينات وهنا طلعت في العلو، بقيت كنخدم حتى ولو عندي هنا خمسة العوينات. دابا تنشد هذا الحرير هذا كندخله هنا في التوب وكنخليه. بالنسبه لهذا المربع اخواتي قلت لكم بان القياس اللي عندنا هنا في العرض كنقسمو على 3، انا هنا عندي 15 عين قسمتها على 3 جاتني 5، هزيت هاد 5 العوينات. بالنسبه لكم نتوما القياس اللي غديروا هنايا غتقسموا على 3، هذاك القياس اللي عطاكم هو اللي غتخدموه هنايا. دابا غنكمل معكم، غندخل دابا اللون الرابع. بالنسبه لهاد الزواقه كنستعملوا فيها 4 الالوان، لون ديال الارض وكنزيدوا 3، يمكن لكم تزيدوا الالوان اللي بغيتوا. غنجيو لهنا اخواتي غنخدموا في هاد العوينه هذه. بالنسبه للحرير مبروم على جوج شعرات، الالوان كلهم خاصنا نبرموهم على جوج شعرات. نجي لهنا لهاد العوينه هذه ونخدم حتى هاد العوينه ونشد هنا في هاد العوينات اللي عندي هنا، نعاود نرجع في هاد العوينات. هنا حنا غاديين هنا مايلين، غنبقى نزيد هنا في العوينات بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم، نعاود نخدم في نفس هاد العوينه وعاد ندوز لهاد الجهه هادي. هادي هي الطريقه كيفاش كنزيدوا العوينات بلا ما كيبقى عندنا داك الفراغ ما بين اللون واللون. نرجع هنا نشد في هاد العوينه ونرجع هنا، كنخدموا عادي ما كنزيدوا ما كننقصوا. نرجع لهاد الجهه نخدم بنفس الطريقه، نعاود نخدم هنا في نفس هاد العوينه وعاد ندوز لهنا. ملي نكون راجع كنجي لهنا مباشره ونخدم. نجي لهاد العوينه نخدم هاد العوينات اللي عندي ونعاود نخدم هنا في نفس العوينه وعاد نجي لهاد العوينه ونرجع لهنا ونكمل. حتى تنكملوا هاد العوينات اللي عندنا هنا كاملين نخدم هنا في هاد العوينه وندوز لهاد العوينه هادي. نجي لهنا ونخدم، بقات لي هاد العوينه هي اللي بقات غنخدمها صافي غتولينا هنا الراندة غاديه مقاده. نرجع لهنا نشد هنا نشد في هاد العوينه ونرجع. بالنسبه لهنا اخواتي غنخدم وغنخلي في هاد اللون 5 العوينات، هنا خليت 5 غنخلي حتى هنا 5، واحدة جوج ثلاثة أربعة ها 5. غنعاود نرجع هنايا، انا خليت هنا 5، نتوما على حسب الزواقه اللي غديروا غتقسموا على 3، غتخدموا هذاك العدد اللي قسمتو على 3 اللي عطاكم غتخدموه هنا وتخدموا بنفس الطريقه كيف ما وريت لكم هنا وتخليو عاوتاني هنا نفس العدد اللي خدمتو هنا. انا غنخلي 5، 1 2 3 4 5. نكمل بنفس الطريقه، تنزيدو من هاد العوينه هادي ونجي لهنا ونرجع في هاد العوينات. نرجع عاوتاني نخدم في نفس العوينه وندوز لهنا. نرجع هنا
صافي غنرجع مع هاد السطر نحسبوا هاد العوينات، واحد جوج ثلاثة أربعة ها خمسة، غير باش نتأكدوا بأن الحساب هو هذاك باش ما تنقص لينا حتى عوينة ما تزاد لينا حتى عوينة، تبقى غادي لينا الراندم قادة. صافي غنشد دابا في التوب ندخل هاد الحرير هنايا، نجي لهنا غنركب نفس اللون اللي خدمت به هاد المربع وهاد المربع، غنجي نشد هنايا في التوب غنكحد هاد الضربة حدا هادي ونهز هاد العوينات اللي عندي هنا، عندي خمسة العوينات غنهزهم، وحدة جوج ثلاثة أربعة خمسة، نعود نرجع هنا نشد هنا في التوب، تخدموا بنفس الطريقة كيف ما خدمنا هنا، ما كنزيدو ما كننقصو، كنبقاو نراجعو في هادوك خمسة العوينات حتى كيولي عندنا هنا في العلو عاوتاني خمسة العوينات عاد نزكاو. نشد هنا في التوب ونرجع، غنكمل اخواتي هذا المربع ونرجع لكم، غنبقى نخدم حتى يوليو عندي هنا خمسة العوينات لان حتى هنا خدمت خمسة العوينات وغنرجع لكم. صافي هنا اخواتي كملت هذا المربع، غندخل هذا الحرير هنا في التوب غندوزو دابا لهاد الجهة هادي فوق هاد المربع هذا، غنركبو هاد اللون اللي خدمنا به هنا غنعاودوه هنايا، نجي لهنا في البلاصة فين تسير الحرير نثبت هاد الحرير تنهزو هاد العوينة هادي ونعاود نخدم فوق هاد خمسة العوينات هادو، عندي خمسة غنهز هاد الخمسة، وحدة جوج ثلاثة أربعة ها خمسة، نعود نرجع فيهم نشد هنا في التوب، نحاولوا نمشيو بهاد الضربات اللي هنا في التوب بحال بحال كيف هاد الجهه كيف هاد الجهه باش في الاخر تجينا الراندم قاده وما شيتش لينا التوب من شي جهه. نعود نرجع في هاد العوينات غنبقاو نخدمو حتى يوليو عندي هنا ثلاثة العوينات، هنا ولاو عندي ثلاثة غنخدم حتى نوصل لهنا وننقص هاد العوينة ما نخدمش فيها، نقطع هاد الخيط اللي كان عندي هنا. صافي خدمنا فوق شوية نعود نرجع هنا خاصني نبقى نخدم هنا حتى يوليو عندي هنا خمسة العوينات، دابا عندي وحدة جوج ثلاثة، نعود نرجع هنا أربعة، ملي نوصل لهنا ننقص عاوتاني عوينة ونعود نرجع. واحد جوج ثلاثة أربعة، هذه هي الخامسة. صافي غنخدم حتى لهنا ونخلي الخيط هنايا، دابا طيحنا هاد العوينات غنخلي الخيط هنايا
صافي غيجينا هذا المربع على هذا الشكل ناقص من هنا، لان هنا غنبداو اللون اخر. هانتوما دابا التسواقه ولات كتبان لينا. دابا غنجيو لهنا غنركبوا هذا اللون هذا اللي عندنا هنا، غنعاودوا هنايا غنجي نشد هنا بحال بحال كي بدينا من هنا كي بدينا من هنا. المهم غنجي لهاد الجهه غنثبت الحرير، وهنا غيبقاو عندي خمسة العوينات لان قسمنا هاد المسافه على ثلاثة، خدمنا خمسة هنا وخدمنا هاد الخمسة هنا. دابا غيبقاو ليا هنا خمسة، غنهز هاد الخمسة، ها وحدة جوج ثلاثة أربعة ها خمسة، نشد هنا نعود نرجع فيهم نعود نشد في هاد العوينة. صافي تنبقاو غاديين بهاد الطريقة حتى نوصل لهنا، نخدم هاد خمسة العوينات كاملين. هنا ما كنزيدو ما كننقصو، غير كنبقاو نمشيو ونرجعو في هاد العوينات هادو. غنبقى نخدم حتى نوصل لهنا ونرجع نكمل معاكم. صافي انا وصلت لهنا لاخر عوينه، غنخدم هاد العوينه هادي ونرجع مع هاد السطر عادي. نشد هنا فهاد الجهه، نخدم هنا ونخلي في الاخر عوينه، غنبقى ننقص في العوينات. ملي تنكملوا هاد خمسه العوينات تنبداو نقصوا. هنا باقي عندنا هاد العوينات، غنخدم حتى لهنا ونخلي هاد العوينه ما نخدمش فيها ونرجع. نشد هنا حتى نخدم غير ثلاثه وننقص عاوتاني عوينه، نخلي هاد العوينه الاخرى ما نخدمش فيها ونرجع. نعود نشد هنا ونرجع دابا بجوج عوينات، ها وحده ها جوج، نخلي هذه ما نخدمش فيها ونرجع. نشد في هذه العوينه الاخرى اللي بقات ليا ونشد في هذه العوينه هذه. صافي كملنا، غنخلي الحرير هنايا. ها نتوما اخواتي تجي بهذا الشكل. المهم اخواتي نتوما راكم عارفين بان الراندا كتشد الوقت بزاف، انا حاولت ما امكن باش نكمل لكم هاد الزواقه غير في فيديو واحد، ولكن الزواقه باقا ما كملتش. المهم غادي نكمل لكم هاد الكماله، غنخليوها هنايا نحبسو هنا ونكمل لكم الكماله في فيديو اخر. ما تنساونيش الى عجبكم الفيديو الضغط على زر الاعجاب، واللي ما مشاركش معنا في القناه تشارك باش يبقى يوصلكم دائما الجديد. وما تنساوش اخواتي تعطوني الراي ديالكم في هاد الالوان، ولا عندكم شي اقتراحات اخرى تقولوها ليا. وبسلام عليكم، نتلاقاو في التتمه ديال هذا الفيديو ان شاء الله.